بالنسبة للتسعينات، التسعينات اختلف الوضع. التسعينات اللي مرينا به ما كان يتصور أي عقل عراقي راح نمر بهيش مأساة وبهيش ظروف وبهيش قتيل وبهيش بشاعة من الوضع اللي احنا نعيشه. السفر قلة قليلة كان لي سافر، كان لي سافر قلة قليلة. يعني اللي يريد يسافر عليه قيود يعني عد عليه زين، لأن تدري كانت الحرب العراقية الإيرانية يعني صعبة، والنظام يخشى من اللي يطلعون خارج البلد بعد ما يرجعون. يعني مسافر فد 4-5 مرات، يعني رايح تركيا، رايح دبي، رايح لبنان. فهسه صارت أسهل وأي واحد يقدر يسافر. رايح بيت الله السعودية. وتنوعك وبلدان صارت، وبلدان كانت مفتوحة للعراق أن يسافرها. وأي بلدان كانت مفتوحة، تنوع بالسفر.